فوز شباب الاهلي على كبار انبي بهدفين نظيفين ولا اروع للويس ميكسوني ومحمد محمود. معانا الهدف الاول وكره عرضيه لا بصراحه يعني كره حلوه كابتن شريف من ويس ميكسوني يعني كره يعني حلوه قوي فخري في الاول وشوطه وفخري عملها حلوه قوي. الجول الثاني بقى خش على الجول الثاني دي اول لمسه لمحمد محمود هو بعد الهدف انت اكتسبت روح واللعيبه كلها ابتدت ده زياد طارق شاطها بيمينه على فكره محمد محمود عمل فولو اول لمسه ليه الحمد لله ابتديت تحس باللعيبه كلها بعد الهدف الاولاني الف مبروك يا كابتن فوز مستحق الشوط الثاني للاولاد طبعا التغييرات زي ما اتكلمنا في الهاف تايم ايه اللي مطلوب عشان يحصل الشكل البطيء اللي احنا كنا بنتفرج عليه الشوط الاولاني التغييرات عملت والهدف وضربه الجزاء اللي راحت ده كانت فيها نقطه تحول في احداث كتير قوي في في الشوط الثاني خلت حتى المباراه تقعد تتفرج عليها وتشوف ايه اللي يعني اتشديت معاه كان في اثاره صح الهدف اللي جه طبعا من نقله لاستلام صلاح محسن للمراوغه لتسديده مكسيوني هنا بس هنقول اما اللعيب بيبقى عايز وبعدين بيخش جوه منطقه الجزاء هي دي منطقه العمليات زي ما مظبوط كابتن ميمي شبيه فاكر كان يقول لك منطقه العمليات مزبوط. هي دي بقى منطقه العمليات اللي بتطلع النتائج وبتطلع الفرق صح. وبتجيل فيها الحسم وتخلي الناس يقول لك بقى المدرب كويس ومدرب عمل تغييرات جامده واللعيبه دي في امل النتائج يا ايمن بتفرق كتير قوي في كل حاجه هنبتدي نطلع دلوقتي الايجابيات بالظبط بعد الهدفين اللي جم دول بالظبط بعد المكسب بعد الهدفين اللي جم دول وخلصنا وكسبت هتبتدي تبص من زاويه ثانيه خالص ايه احسن ما في زياد طارق؟ ايه اللي عمله زياد طارق كويس قوي؟ ايه اللي عمله محمد فخري؟ هنقعد هتجيب سيره مكسوني وتصرفه في الهدف ده ما كناش بنقوله خالص الماتشات اللي فاتت ولا الفتره اللي فاتت دي كلها فاذا العمليه زي ما احنا قلنا هي نتائج هي اهداف انت نازل عشان تكسب مش نازل عشان تنقل الكرة في نص الملعب وتلعب بالشكل الدفاعي اللي بيخش شويه جول صح مش هنلخبط نفسنا يعني لا احنا بنلعب كره قدم عشان نطلع الناحيه الثانيه نجيب جول هما جونين بنلعب على الجون ده والجون ده لما انت بتعمل غزو هناك وبتضيع اربع خمس فرص وبتطلع متعادل بنقول كان في النهارده خمس ست فرص بس جنبك التوفيق فيهم وما لعبتش خدت بالك بالشكل اللي يخليك تعمل فيه تحرز اهداف صح. وفلان ده لازم كان يتصرف بالشكل ده انما في ماتشات احنا ما شفناش فيها حاجه خالص انما النهارده كان في روح بعد الهدف الاولاني في تصميم انك تخش منطقه الجزاء عايز تغير الصوره باي شكل مزبوط. وربنا كافئك النهارده صحيح. مبروك للولاد النهارده ومبروك للفريق 2-0 ونامل ان المباراتين الجايين دول يتقفل بيهم بشكل الدوري بشكل كويس قوي يليق بتيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله